احب اعتذر لكل الناس على الشغلات الغلط اللي سويتها السنتين اللي فاتوا. ما كنت افكر صح، كنت بس ابي تعرفون الناس يشوفوني. بس الدنيا ما تسوى، لازم الواحد يفكر في اخرته، لازم الواحد يفكر انه كيف يجهز حق الجنة والنار. اتمنى توقفون معاي، واتمنى ما في احد يقعد يعايرني ويقول لي انت شنو صرت، انت شو كنت. والله يثبتك ان شاء الله، وان شاء الله الله يهدي كل هذولا كلهم، كل النوعيات ان شاء الله الله يهديهم ويثبتهم ان شاء الله، لانه هذه فيها جهنم على طول. عن الله متشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، فتوبوا ترى ضر علينا شويه والقيامه بتقوم وبتودع، ويوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وكل امرئ يومئذ شين يغنيه. فتوب صدقني توب من الحين، حتى لو اني كنت صالح ورجال، توب.